مرحبا بحضراتكم في اخر فقره، واللي هي الفقره اللي عن دوري كره القدم للسم. فريق محترم جدا، منتخب محترم جدا، يعني لعيبه محترمين جدا، وكمان مش بس بيلعبوا وخلاص، لا دول بيحصدوا بطولات. يعني لما دلوقتي هتعرفوا حضراتكم من خلال الفقره البطولات اللي حصل عليها هذا الفريق، بجد هتقولوا ازاي الناس كلها مش عارفاهم فرد فرد. خلينا نرحب بكابتن فؤاد عبد الحميد، المدير الفني لمنتخب السم، ونعرف بقى التفاصيل. صباح الخير في البدايه على حضرتك. اهلا بيك، منورنا يا كابتن. اهلا بحضرتك. تعالى نبتدي من النقطه دي بالتحديد، لان دي نقطه في منتهى الاهميه فعلا، البطولات والانجازات اللي الفريق ده حققها، واللي احنا من ضمن ناس كتير قوي للاسف الشديد ما نعرفش حاجه عنها. هو في البدايات هم يعني واخدين، اول ما بدانا واخدين الميداليه البرونزيه في كاس الامم العربيه، كان في الاردن، واخدين ثالث. دي كان بدايه المنتخب. بعد كده قعدنا فتره لغايه 2010 طلعنا البطوله العربيه واخدين اول برضه. بعد كده بدانا بقى في التصفيات الافريقيه، كانت في كينيا المؤهله لكاس العالم، كسبناه وخدنا الاول وتاهلنا لكاس العالم 2012. رحنا كاس العالم حققنا المركز الثاني والميداليه الفضيه. وبعد كده كان في بطوله مؤهله في افريقيا في جنوب افريقيا، برضو كسبناها وتاهلنا لاولمبيات السم وخدنا مركز رابع. وبعد كده 2016 خدنا خامس عالم، وفي ميداليه يعني اولمبيه ثالث، بس انا ما كنتش يعني انا اللي بمسكهم، بس جميع البطولات انا اللي كنت معاهم. بطولات وميداليات والناس مش عارفه، يعني خلينا نقولها بهذا الشكل، ما فيش تسليط ضوء بشكل كبير. يمكن الوضع اتغير، انا زي ما كنت بقول لحضرتك في البدايه، احنا دلوقتي مش عشان والله حاجه، بس حضرتك معانا بيتفرج عليك ملايين، فدي حاجه مفروغ منها، بس برضو لازم كان يبقى فيه اهتمام اكتر. احنا عندنا لعيبه بهذا الشكل، ويعني مش هقول قدر، هم اصحاب همم بس ابطال. فعلى كل حال خلينا نبدا من جديد، بس انا متفق مع حضرتك جدا، كان لازم يبقى فيه اهتمام اكتر من كده. بس نعرف، لان السؤال ده اكيد هيجي في اذهان الكل وانا وكريم اولهم، ازاي التواصل بيتم؟ ازاي بيبقى فيه كونكشن؟ او يعني ازاي بيعرفوا ياخدوا التعليمات؟ يعني انا حابب اعرف التكنيك ماشي ازاي. هو اولا انا يعني مدرب في الاساس، كنت لاعب في نادي ترسانه وفي الداخليه، وكنت في مدرب في نادي الداخليه، تمام. اما جيت اتواصل مع الصم، انا ليا اخ صم اساسا، فكان سهل التواصل معاهم. بس طبعا مع الاحتكاك اتعلمت اكتر معاهم في الاشارات، لان انا بتعامل اصم كاصم. يعني في الصم بيتعاملوا مع الاسوياء على قد ما هو السوي اللي هو بيفهم طريقته، انما انا بتعامل معاهم ايه كاصم. تمام، عادي خالص. يعني كل لاعب او مدرب او اي حد بيبقى ليه اسم وليه اشاره. يعني انا مثلا فؤاد ليه اشارتي كده المدرب. أوكي. تمام، كل لاعب في ليه اشاره، ف يعني انا بشاور له بدي له التعليمات بالاشارات، بيبتدي ينفذ حتى لو هو مش معايا. طالما شاورت كده واديت اشاره، اقرب لاعب ليه بيبلغه فبيبص لي، ببتدي ايه اوجهه. طب برضو بالمناسبة فرصة ان احنا نعرف من خلال حضرتك قوانين اللعبة دي، يعني نظامها، هل في حاجة مختلفة عن المباريات العادية؟ بيتبع الاتحاد الدولي نفس قانون كرة القدم، الاختلاف بس حتى الحكام من الأسوياء واللي هو برضو بيتبعوا اتحاد الكورة، الاختلاف بس الحكم اللي هو اللي في النص بيبقى معه صفارة وراية، لأن الراية دي هي إنما طبعا هو 45 دقيقة، الفاولات، الأوفسايد، كل حاجة دي. طيب وليه من وجهة نظر حضرتك يعني الموضوع مش واخد الاهتمام المفروض؟ أكيد طبعا رقم واحد الإعلام، ده عليه بكتير. وتاني حاجة طبعا، بس هم يعني كرموا كل حاجه، يعني والوزاره كرمتهم و... تمام صح كده. بس طبعا مش التكريم اللي يليق بالبطولات. طب تعالى نستغل الفرصه دي يا كابتن فؤاد ونوجه رساله مباشره، يعني حتى بعيدا عن الوزاره، بكلمك حتى على صعيد الرعاه. يعني فكره ايجاد رعايه لفريق من الابطال بيحقق هذا الكم من الانجازات على المستوى العالمي مش حتى المحلي، ده جدير بالرعايه فعلا. فتحب تقول ايه
للرعاة اللي بتابعوا مثلا الفقره دي دلوقتي؟ ما حضرتك الراعي مش هيروح ل يعني حاجه مش عليها السبوت او الضوء، هيروح للحاجه المنتشره، لان هو بيروج اسم شركه، اسم حاجه. يبقى نعدل الكلام من الرعاة الى الاعلام بشكل عام. تقول ايه للقائمين على الاعلام؟ هيجيب رعاة اكيد. فالاهتمام احنا حضرتك يعني احنا عندنا دوري ممتاز، دوري درجه اولى زي تنظيم اتحاد الكوره بالظبط، وبنستعين بحكام من اتحاد الكوره. عندي دوري ممتاز في ودوري درجه اولى، نظام صعود وهبوط يعني كانه شكل المتعارف عليه للدوري. انتوا عندكم دوري موازي؟ موازي بالظبط. اوكي. والكلام ده من 95 يعني. طيب كابتن فؤاد، خلينا نخش برضو معاك نعيش يعني كده الاجواء، واحكي لنا المواقف يعني مثلا حصلت. هل بيبقى فيه نفسيه مثلا بعض اللعيبه داون شويه، او يعني يعني في بقى يجي احباط او حاجات زي كده؟ ازاي برضو حضرتك تتكلم معاهم كمدرب وتكون اقرب الناس ليهم اكيد، فازاي بيبقى فيه برضو التواصل ان انت بالجزء النفسي بتشتغل عليه بشكل جيد طبعا. وكمان المهارات في الملعب. هو حضرتك يعني الاصم بيشوف اللي حواليه، فطبعا بيشوف منتخب مصر بيتعامل ازاي، بيشوف مثلا الانديه الدعم بتاعهم ازاي، فاكيد يعني بنقعد بنتكلم مع بعض. فهم يعني عايزين يبقى يعني طبعا زي لعيبه النادي الاهلي، لعيبه الانديه الاخرى، فبالتالي احنا بنقعد مع بعض وبحكي لهم الوضع ايه، بنقول لهم ايه احنا بدل ما نطلع على طول، لا يعني خطوه خطوه بس، عمالين نطلع وننزل نطلع وننزل. يعني الانديه انا عندي 16 نادي في دوري ممتاز، الدعم بتاعهم 10,000 جنيه للانديه و 15,000 جنيه في السنه. طبعا في السنه؟ طبعا الماتش الواحد شوف حضرتك يعني بيتكلف قد ايه. طبعا عندك حق. الحاجه الثانيه يعني الفرقه الصم في الانديه او مراكز الشباب بيجي لها دعم بتصرف عليها، ما بيجيهاش خلاص ممكن يلغي الفرقه كمان. طبعا طبعا. وفي انديه بتاخد التلت والتلتين كم من المبلغ ده. طيب عندي سؤال كده بس يعني خطر لي على بال، ومش عارف قد يكون سؤال ساذج، فلو طلع ساذج ارجوك سامحني عليه وكانك ما سمعتوش. لا مفيش سؤال ساذج. لا اصل والله خطر على بالي واحنا بنتكلم، فكره ان ممكن يكون في الدوري ده، الدوري الموازي اللي هو دوري الصم، في حال وجود لعيب استثنائي وحريف بالمعنى الحرفي، هل في امكانيه انه ينتقل من الدوري ده المخصص للصم الى الدوري العام او الدوري العادي بشكل كلاسيكي المتعارف عليه؟ في لعيبه عندي بتلعب في دوري، بس طبعا مش يعني في كان لاعب في الممتاز بيه، لاعب مركز شباب الحي البحري ومنتخب مصر محمد عبد الحميد، وفي كابتن عمرو وجدي كان بيلعب في نادي بيلا في كفر الشيخ، ففي لعيبه بس طبعا مش كتير. في كابتن حماده كوكا بيلعب. بس ان شاء الله لو لعيب واحد يقدر ينتقل للدوري العادي. عادي 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 بيلعبوا، بس طبعا بيبقى الدرجات الاقل من الممتاز. اوكي ماشي. وعندي اكتر من 10 محترفين بيلعبوا في انديه، بيشاركوا في دوري ابطال اوروبا، لان طبعا اما بنسافر بره وبتاع احنا الحمد لله المنتخب المصري مصنف الثالث عالميا، فالحمد لله يعني منتخب السم كرة القدم المصري مصنف الثالث عالميا. عشان بس ايه اللي ما يعرفش يعرف. طب احنا فين طالما حضرتك فتحت باب الكلام عن العالم؟ العالم بيتعامل ازاي مع فرق السم اللي موجوده في كل دوله من الدول بالمقارنه بينا، بعيدا بقى عن تفصيله الرعايه والفاندنج دي النقطه طبعا اللي احنا اتكلمنا عنها؟ بيبقى بيتعاملوا طبعا، بيوفروا لهم شغل، بيوفروا لهم امكانيات، حاجات تانية خالص. انا عندي لعيبه يعني بتشتغل يعني حاجات يدويه، وفي لعيبه عندي لما بتخش منتخب ممكن بتسيب شغلها. صعبه شويه يعني. كل حاجه بتاكد ان فعلا يعني لازم يكون في رعايه للفريق ده، ولازم يكون في اهتمام اعلامي وصحفي بيه يعني، وتفاصيل تانية كتير هستاذن حضرتك ان احنا نرجع نكمل كلامنا فيها، بس بمجرد العوده من هذا الفاصل ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل.
طيب احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم مع كابتن فؤاد ومنتخب مصر لكرة القدم للسم والفئة دي اللي موجودة وازاي هي الى حد كبير يعني بتحصد لنا بطولات لكن في نفس الوقت مش واخدة حقها. كنا طلبنا من حضراتكم كمان تقولوا لنا كده رأيكم وتوجهوا لهم رسالة. انا مش هقعد انا وكريم نقرأ لان انا هقول لحضراتكم بس عشان الوقت, بس بجد في رسائل جاية كلها دعم الى حد ما اللي هو الناس فعلا واخده او متبنيه وجهه النظر دي اللي هو فعلا ازاي الفئه دي مش معمول عليها يعني سبوت لايت او اللي هي يعني واخده حقها حتى اعلاميا. فانا يعني هخرج بقى من النقطه دي واروح وخلينا خلاص ننسى اللي فات, بس يعني بقول لحضرتك الناس شايفه ازاي الموضوع اللي جاي بقى البطولات اللي جايه والمشاركات اللي جايه ان شاء الله اللي المنتخب هيشارك فيها. هو ان شاء الله كان المفروض 2020 كان كاس العالم فيبقى اتأجل 22, ده يكون في كوريا الجنوبية إن شاء الله, وفي أولمبياد الصوم ده هيبقى 2021 ده ميعاده الطبيعي هيبقى في البرازيل إن شاء الله. حلو. والتجهيزات بقى وان حضرتك بتأهلهم من دلوقتي و... لا لا يعني مفيش الكلام ده لسه بقى لسه مش بيبقى هو المفروض بيبقى قبلها بقد ايه يعني؟ هو يعني المفروض يعني انا باخد يعني في الاعداد مثلا ممكن 4 شهور او 3 شهور. كافي 4 شهور البطوله؟ لا احنا بالنسبه لنا لا طبعا, بس يعني انا عندي الدوري بيبقى قوي بيعوض بيعوض مثلا الفترات بتاعت الاعداد, لان طبعا امكانيات فرقة كورة بتسعى. هنرجع تاني نفس النقطة. هي دي المعضلة أصلاً. يعني هي معضلة. اللجنة يعني ما بتتأخرش علينا في أي حاجة, اللجنة البارالمبية, بس في حدود الإمكانيات اللي متاحة, لأن هم عندهم أكثر من 8 منتخبات من المعوقين وبرضه من الناس اللي هم بيحققوا رفع الأثقال والحاجات. لكن بشكل عام يا كابتن فؤاد يعني قبل يعني مرحلة الاستعداد لأي بطولة كبيرة أنتوا بتشاركوا فيها, إيه نوع الاستعدادات اللي بتعملوها؟ شكل المعسكر ولا ما بيكونش فيه معسكر؟ لا بيبقى فيه معسكر, بس معسكر. يعني الاهتمام الأول بالدوري العام الممتاز ده على أساس إن أنا يعني بقدر أختار اللعيبة منه, وبعد كده بنعمل معسكرات يعني لا المعسكرات والصرف يعني احنا بنتكلم على الدوري, لكن لما نيجي نتكلم على كأس العالم بنيجي نتكلم على دوره اولمبيه, هل شكل الاستعدادات هيختلف؟ يعني ما اظنش, لان طبعا الدعم برضه هو الاساس, بس برضه يعني احنا بنقدر بنعوض بالدوري وبعد كده بنعسكر في حدود يعني قبلها ب3 شهور وفي فنادق وبتمرن على الاستاد الفرعي, ما فيش مشكله يعني في الاستعدادات. ما فيش مشكله بالنسبه للمنتخب, انا بتكلم بعد اللي هو ما بنحقق يعني ما فيش المكافأة اللي المناسبة. طب كلمنا أكتر عن اللعيبة, يعني عايزين نقرب منهم أكتر نعرف أكتر عنهم. حضرتك كنت قلت إن مش كلهم بيشتغلوا, في ناس متفرغة بس للرياضة صح كده؟ لا بيبقوا مثلا هم معظمهم يعني أعمال حرفية أو قطاع خاص تمام, ففترة المعسكرات 3 شهور اللي بيسيب شغله اللي في شركات خاصة ما بتوافقش ان هي بالتفرغ اللي هو يعني كلهم بيشتغلوا الحمد لله. الحمد طب هايل هايل, بس التوفيق بقى ما بين الشغل والمعسكرات. يعني في ناس يعني بتسيب شغلها في فترة المعسكرات. تصدق كل الكلام برضه بيرجعنا لنفس النقطة, والله العظيم نتحايل على الكلام نجيبه يمين شمال هتلاقي ان مشكلة التمويل هي برضه المشكلة ما هو ده الأساس طبعا. طب أنا عايز أستأذن حضرتك في حاجة عشان إحنا من أول الحوار ممكن يبقى ناس كتير جدا متابعانا, ولكن إن كان من ضمن اللي بيتابعونا أعضاء الفريق اللي مع حضرتك ممكن ما يبقاش مواكبين قوي الكلام اللي بيتقال أو مش عارفين يعني يفهموا اللي إحنا بنقوله, فأنا عايز أستأذن حضرتك إن أنت توجه رسالة أو توجه كلمة لأعضاء الفريق بتاعك بلغة الإشارة, وارجوك من خلالها برضو تبلغهم تحياتنا. لا احنا نعمل بعد كابتن فؤاد انا وانت نوجه لهم رساله تقول لنا نعملها ازاي. انا بالنسبه عشان مش هعرف اللغه دي فانا ممكن افوض حضرتك. يعني لا يعني انا بتكلم كصم منتخب مصر ان حضراتكم بيشكروهم على ان انتوا في البطولات تاخدوا الاول تمام, وان هم يعني انتوا حضراتكم بتتكلموا على اساس تساعدوا الصوم ومنتخب مصر. طيب انا عايزه اوجه رساله كابتن فؤاد, قول لي ازاي اقول لهم بنحب منتخب مصر لكره القدم للصوم. احنا يعني دي انا هقلدك. يعني احنا يعني كله بيحب منتخب مصر, كله بيحب منتخب مصر, منتخب للصوم. مصر للصوم, والحاجه الثانيه الاشاره بتاعتهم الحب, علامه الحب دي. امال دي ايه؟
لا طب ماشي، انا الكاميرا هتبقى عليا، انا الكاميرا هتبقى عليا، قول لي الرساله وانا هوجهها لهم. انا هقلد حضرتك. ما انا بقول لحضرتك انت عايزه الرساله ايه؟ بحب منتخب مصر او بنحب منتخب مصر للصم كله او كله قناه التلفزيون بتاع النادي. طب بالراحه عليا الاهلي. طب تاني معلش نبدا من الاول. ها تلفزيون التلفزيون نادي نادي الاهلي الاهلي بيحب بيحب منتخب منتخب مصر مصر للصم للصم. ودي حقيقه والله العظيم، وبنتمنى لهم ان ربنا يوفقهم يا رب ويوفق حضرتك حيث بقالك 25 سنه معاهم. انا يعني بدايات احنا كبدايات الدوري والحاجات دي، انا في بدايتي ان انا يعني مجموعه من الصم جم ابتدينا ما كانش لا ليهم دوري ولا ولا، ابتدينا يعني نروح الوزاره ونروح الاتحاد لغايه اما انا كملت معاهم بدايه ان احنا عملنا دوري، وبعد كده فرقتي مركز شباب زينهم خدت البطوله رشا يعني جابوني منتخب مصر، وابتدينا بقى بقيت مسؤول دوري، ومعانا برضو لجنه صم كانت لعيبه وبطلت، بندير لجنه صم في الدوري وبيسافر معانا اعضاء لجنه صم، عندنا كابتن سيد مسعود ده كان لاعب منتخب مصر وحضر دوره الالعاب الافريقيه وحاليا رئيس اللجنه، وفي عندنا كابتن سيد جمعه ده مسؤول برضو معانا في اللجنه ده من الشرقيه، وعندنا كابتن ياسر حسن ده من القاهره وانا معاه. انتوا يعني بتشكلوا الحقيقه فريق محترم جدا ومكافح جدا، وبرغم كل الظروف اللي فيها جزء كبير للاسف الشديد سلبي وفيها اوجه قصور سواء من تغطيه اعلاميه من القاء ضوء على انجازات، لكن الحقيقه انتوا عاملين انجازات على مستوى العالم تستحق كل التقدير وكل الاشاده وكل الاحترام. احنا بنتمنى لحضرتك والفريق حضرتك بالكامل يا رب كل الخير ان شاء الله، وبنتمنى باذن الرحمن ان عشنا وكلنا عمر نرجع نلتقي مع حضرتك بعد العوده من الدوره الاولمبيه وكاس العالم، وتكونوا محققين كالعاده حاجه تشرف بلدنا ان شاء الله. شكرا ليك جدا كابتن فادي، وشكرا لحضراتكم كل التوفيق زي ما كنا بنقول، وان شاء الله بقى نشوفكم في حلقه جديده بكره. ولو بس عايزه اعلق سريعا قبل ما نختم على الجو الجميل ده اللي احنا ورا الشتاء، يعني انا مبسوطه جدا ان الاجواء ابتدت كده تبقى شتويه رغم ان لسه درجات الحراره مرتفعه، بس جميل المنظر اللي احنا طبعا شايفينه. ولو شويه مطر بقى الجمال يا رب او رعد او الحاجات دي باذن الله تيجي قريب معانا. نشوف حضراتكم، نشكركم على متابعتنا النهارده، حلقه جديده بكره ان شاء الله.